السلام عليكم. آلاف النازحين قدموا إلى محافظة مأرب من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد استيلاء ميليشيا الحوثي عليها. من بين هؤلاء النازحين نساء وأطفال وهم الغالبية، ومنهم أيضا ذو الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء على وجه الخصوص معاناتهم مضاعفة. فالظروف التي يواجهونها يعجز عن تحملها من كانوا بكامل قوتهم وصحتهم. عدسه برنامج لست وحدك زارت النازح محمد الحسيني وهو في نزوحه الثالث بعد خروجه اولا من مدينه عمران الى صنعاء ثم من صنعاء الى الجوف ثم من الجوف الى مأرب. نتابع قصته التي حكاها لنا في الفيلم التالي ومن ثم نعود. اسمي محمد عبد الرحمن الحسيني. أنا معاق حركين كنت مدير على علاقة العامة بجمعية المعاقين عمرة أه ومع منظمة إيكو الألمانية عندما يجيوا الحوثة دخلوا وهم يقطعوا السبل الحياة كامل تمام شي هذا شيء طبيعي لأن يدخلوا يعفسوا يعني الأمن مع ما عبش أمن استقرار ما عبش ما اضطر المنظمة النيمة ترحل وتوقف عملها هذا شيء طبيعي أنا خريج 2011 2012 فدبلوا معالي فني تمريض وكنت امل ان انا عاد القى فرصه حياه واستقرار كوني معاق حركيا وكنت امل ان الدوله تسعى الى دمجي في المجتمع وانا كنت مدير علاقات عامه في جمعيه المعاقي حق عمره وكنا ننسق مع المنظمات ومع وكان امورنا يعني مستقره يعني وحالنا مستور الحمد لله نزحنا بعد ما دخلوا الحوث عمرا بعد ما قتلوا واحد من اعضاء المنظمه ثم نزحنا الى صنعاء اشتد الوضع علينا اقتصاديا وماساويا في صنعاء وقلت المعيشه وسبل العيش فاضطريت انزح الى الحزب على اساس القى معيشه وسبل الحياه عشت يعني عيشه يعني ليست مستقره يعني بصعوبه لا لا لم اتمكن على ما كنت اتوقع وصلت الى الجوف جمعيه المعاقين حق الجوف غير مؤهله تمام والمنظمات غير موجودة حتى إذا جت منظمات شيء وأقدم ملف في كوني ممرض ومؤهل يقولوا لي يجي واحد من من أعضاء المنظمة يقول لك أنت ما أنت حسير أنت معاك ما تصلحش ما تنفعش في هذا المجال <applause> مدير المستشفى واعدنا أكثر من عدة مرات وأكثر من واحد موعد للقاء اللجنة المقابلة الطبية الذي ولكن للأسف الشديد لم نلقى موعد صحيح ومرت ثلاث ثلاث سنوات والملف حقي في المستشفى لم لما لا يعني لم امارس عملي حتى ان انا قلت له يا مدير وظفني على اساس لا انسى المعلومات ما عادش ايش طلب مع اني مستاجر في الحزم ايجار وجالس ب... لكن لم يتجاوب معنا والذي قبلي والذي بعدي دخلوا كيف كانت ظروف المعيشه؟ ظروف صعبه وعلى المنظمات اذا منظمات الغذاء العالمي ما بالله ما بش حاجه يعني مستقره عندما يكون عندك الهيك صح انه موجود حري لكن ما فيش استقرار امني ولا اقتصادي موجود استقرار وأمنة تمام لكن الاقتصاد الاستقرار النفسي والاقتصادي ما ما له يوجد عندما يجي وانت مؤهل تمارس عملك وترجع الى البيت تحس انك فعال في المجتمع حتى في الايام الاخيره ايام الحرب عندما وقع الحرب فزعت للمستشفى على اساس ان انا اشي اقدم خدمه تمام ما ما, ما قبلوني ان انا اقدم خدمه يعني قالوا ما فتتكابر الدكتور واحد الطبيب مع الطبيب الاخر على اساس ان انا اخذت ملفي اقدم خدمه على اساس الجرحى تمام, تمام. فلم يستوعب فلم القى يعني نداء ولا استجابه في هذا المجال كنت اظن ان أنا... كان لدي احلام ان انا انقل جمعيه المعاقين من عمرا الى صنعاء الى الجوف وامارس اعمال في المنظمات وامارس عملي المهني كفني تمريض في المستشفى الحكومي الذي هو ملك للجميع لكن للاسف الشديد لم احقق ولا طلب لمده ثلاث سنوات ننسق مع رئيس الجمعيه حق المعاقين احمد صالح النصر ما حدش كان يستجيب له لانه كلهم ما يستوعبوش القانون صح انه بالدوله وبه مكتب تنفيذي ومجلس محلي لكن جيت تكلمه على في هذا المجال ما 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 يستوعبوك واذا به مستوى الخوف على لا لا عندما تكون هناك مواجهات ضرورية هذا شيء طبيعي يوجد في الانسان يعني قلق نفسي وتوتر وخوف و و الاطفال و وفزع النساء والسقر الامني يعني يفوت ما عاد بش ينتهي ما كنتش متوقع للنزوح على اساس اني معاق يعني مسالم لا انا في الجيش الوطني ولا انا ها ولا انا ولا انا في حاجه يعني مسالم لا لكن. لا هذا ولا لكن بسبب الضغط هم وهم الذي قالوا لي ينزح و جاني واحد من هذا قال لي ينزح على اساس الطيران وعلى اساس الحرب الشوارع يمكن كانوا متوقعين الحرب الشوارع وعلى اساس المعيشه هناك يعني عند ما يدخلوا دي كل شيء وصلنا إلى صنع ما عبش عمل ولا عبش استقرار يعني ولا معيشه ما اضطرينا الى النزوح الجوف على اساس إن احنا نلقى لنا عمل، فوجدنا نفس المشكله بس وانا الاختلاف بسيط، يعني جلوس في صنعاء وجلوس في الحزم، ما 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 فيش حاجه، ما فيش حاجه تبدلت، قلت لك حتى المنظمات يجي لك من اسبانيا ولا ماليزيا ولا ما يحلش مشكلتك، يعطيك من سير الناس، مقرات حتى المواد الغذاء العالمي كان قد بداوا يشتغلوا يصرفوا ووزعوا الكروت وانا من ضمن المستفيدين فيعني وقعت بينهم خلافات واشتباكات يشتغلوا فالغوا الموضوع الغوا الصرف ما عاد صرف يعني الميليشيا مات يعني احرمت حرمت الكثير من المواطنين او حرمتهم من ال احنا احنا مظلومين عند لا يعني لا اسلمنا شغلة حوثي ولا ولا عينتنا شرعيه مم. احنا كمعاقين حركيا يعني. لان لان الحين قلت لك نفس الاسلوب الذي في صنعاء والذي في الحزم كوني هالك مختلف ما بش حاجه لان الحزم كنت اظن انه على احد امنياتي واحد قذافي واسعى الى عمل حتى العمل الذي كنت امارسه من قبل وانقل هذا الى هذا تمام لكن للاسف الشديد لم القى استجابه من الدوله ولا من المجتمع ولا من المنظمات تمام وصلنا الى مأرب وجدنا المنظمات عملها خارج نطاق الدوله ليش؟ لان القانون الخاص بشان المعاقين يعطينا الاولويه في كل شيء انت عندك معهد خاص احجز 5% للمكراسي كراسي هذا رغما عنك اذا ما حجز عندهم قرام ماليه. انا جالس في الحوش هذا على ما ترى في بعد ما نزحت من الجوف في العمل جالس في هذا الحوش عندي ولد وبنت والمرحقين في هذا الحوش لا ظلال ولا نامس العشي فوقنا تمام ولم نلقى لا هذا لا حوش واحد من اصحابي يعني مع انه عنده ست اسر داخل البيت لم نلقى استجابه للمنظمات حتى على مستوى خيمه تمام التقينا بمدير المخيمات في يقولوا لك سير الميل الميل بعيد على تخيل تمشي ساعتين من الميل المخيم الى الزفلت تمام وتخرج من الزفلت لا مغرب يعني اذا انا شي حاجه بحاجه ما اوصل البيت لا مغرب انا معاق حركين ما بش عند المنظمات حاجه اسمها معاق حركين او حاله استثنائيه او حالات خاصه عنده في مشروع في راسه دخل يودي يجي يعني وقت الظهر وقت الحماء وقت ها الـ احنا داخلين على صيف وانت بين الشمس بتعلق يعني ما بش معك حتى ظلال تمام يجي الليل ما بش معك حتى ناموسية يعني تغطيها من النامس ولا أه؟ ولا حتى سقف ولا اي حاجه حتى فقد انا احسب نفسي رابح على اساس ان الاخ فتح لنا مجال في هذا الحوش أه؟ مع اني حاولت مع المنظمات والتقيت بمدير من منظمه الهجره ومدير المخيمات يعني شوف هذا ما بنعتبرها حياه والله لو انا في اثيوبيا بحلوا مشكلتي جيت جيت لا عند المنظمات ما بش عندها اطار قالوا يعني تخيل عندما يجي يشكي الابن من من, 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 من النامس البعض تمام ما تحل الا كيف يكون موقفك؟ يعني تسهر الليل وانت متالم عليه تحس بحسره ما نش نادم على نفسي كوني معك حركيا نادم على نفسي لاني عايش عند دوله لم تحل مشكله المعاقين الله اعلم كيف يكون الوضع اذا اتمنى ان يكون الأمر مستقر والامور طبيعيه واتمنى ان يكون هناك مع الدوله برنامج لضبط المنظمات يكون تحت اطارها لان انا اعتقد ان المنظمات في مارب ما هي تحت اطار الدوله ولا هي تحت اشرافها لان كل منظمات تشتغل على ما تمام لو الدوله فاهمه القانون والدستور الخاص بشان المعاقين حرفيا تمام لا لا الامور ما ما معانا ايش معانا هذا تمام تخيل انا هنا 21 يوم ما لقيت حتى استجابه من من حتى خيمه يقول لك على مدير الائتلاف ومدير الائتلاف يقول لك ما على المنظمه اوصل عند مدير المنظمه ويرجع يوجهني للجهه المختصه من الجهه المختصه يردوني إلى عند مندوب المديرية، مندوب المديرية بيقول لي والله ما عن حاج ولا له حاجة إذا وصل إذا وصل على طول ما وصلش ما بش قصي ما بش حاجة معنا الخيام موجودة. كان القانون اليمني قد حقق الكثير من التقدم فيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه على الصعيد النظري والى حد ما في الجانب العملي، الا ان ظروف الحرب والانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي في العام 2014 قد اعاد البلاد قرونا الى الوراء في كل المستويات. مشاهدينا الكرام اوضاع النازحين في مدينه مارب عموما وذوي الاحتياجات الخاصه على وجه الخصوص موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي حسين الصوفي ينضم الينا من مدينه مارب. مرحبا بك معنا سيد حسين. اهلا وسهلا حياكم الله. مرحبا بك. لو تضعنا امام وضع النازحين وتصف لنا ما هي ابرز احتياجاتهم وكيف هي ظروف حياتهم الان وما الذي يحتاجونه؟ شكرا جزيلا لكم الـ 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 النازحين في المجتمع اليمني بشكل عام وفي مدينه مارب على وجه الخصوص يعني ينقسمون الى قسمين هناك نازحين يعني ذهبوا الى بيوت اقاربهم او بيوت من يعرفونهم، وهناك نازحين وصلوا الى المخيمات التي تم بنائها بالتعاون مع السلطه المحليه في مارب و يعني بدعم كان اشبه بالتغريدات من قبل المنظمات الامميه وغيرها، لكن هذه المخيمات ليست بالوضع المطلوب يعني ليست مهيئه بالتهيئه الكامله التي يمكن ان تكون يعني قابله للحياه خصوصا في وضع مارب في درجه الحراره مرتفعه ونحن الان في بدايه يعني في في الصيف الان سيدخل بشكل تكون درجه الحراره بشكل مرتفعه جدا فهناك احتياجات كثيره جدا للسكن للحياه يعني للمعيشه بشكل عام. يعني تحدثت انت عن لربما وضع الخيام دعنا نذكر اكثر او نصف في هذا الموضوع حول الاطفال في هذه المخيمات هل يتلقون التعليم وايضا هل يتلقون الرعايه الصحيه المطلوبه في بعض المخيمات تم تخصيص لان المخيمات احيانا تكون بعيده عن المدارس وايضا المدارس في مارب بشكل عام مزدحمه ومكتظه بالطلاب والطالبات خصوصا ان الطاقه الاستيعابيه لبعض المدارس كانت يعني محدوده اليوم وضع مارب يعني ربما كان في المدينه حسب احصائيات السلطه المحليه كان يسكنها ألف الى 80000 يعني المدارس والمرافق الصحيه والتعليميه اليوم من يسكن المدينه اكثر من اثنين مليون حسب الاحصاءات التي تقول بها السلطه المحليه، وبالتالي العباء هذه تكاثرت، فاضطر الناس ان يعني ان يتم في المخيمات النزوح ان يتم بناء خيام، يعني يتم تخصيص مخيمات للتعليم للطلاب الذين في في المخيمات. <applause> لو نتحدث عن النازحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هل تم إيلاؤهم جانب من الإهتمام هل تم النظر إلى وضعهم بشكل سليم وبالتالي عمل ما يمكن عمله ليناسب وضعهم في النزوح ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المجتمع لا يزال يعانوا من كثير من المعوقات والصعوبات التي تقف أمامهم يعني لم يتم إلى هذا هذه الشريحة حقوقهم لم يتم تسهيل وتذليل الصعوبات التي يعانونها يعني حتى كنت مع بعض مثلا البديع الروحاني وأنا في الصراري من دول الاحتياجات الخاصة وقد أنشأوا منظمة أو رابطة الأمل حاولوا ان يقطعوا شوط حتى على المستوى الثقافي وتثقيف الناس بما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصه لكن حتى اللحظه لا تزال لا يزال الوضع بعيد يعني لا تزال هناك صعوبات كبيره لدى ذوي الاحتياجات الخاصه نتمنى ان يتم الى هذا الموضوع الاهتمام من كل الاطراف سواء كانت من الجهات المعنيه او من المجتمع يعني كناشط حقوقي لربما مع هذه الفتره تزامن انتشار وباء فيروس كورونا مخاوف النازحين داخل المخيمات في مارب من ان يصل اليهم هذا الوباء هل لمستم اي جهود من قبل السلطه المحليه لمحاوله منع تفشي هذا الوباء السلطه المحليه استجابت للتوجيهات التي اصدرتها يعني الحكومه مثلا توجيهات وزاره الاوقاف بمنع اقامه الصلوات سواء كان صلاه الجماعه او اي صلاه الجمعه وتم تطبيق ذلك وهناك جهود حديثه ايضا ايقاف التعليم، تم ايقاف التعليم حتى اشعار اخر، وربما تم تحديد بعد العيد للامتحانات حسب توجيهات وزاره التربيه، هناك ايضا اجراءات لمحاوله ايقاف اماكن التجمعات كالاسواق وغيرها، واهتمام هذا الاهتمام ينعكس على يعني التوعيه الصحيه التي انتشرت برعايه مكتب الصحه وايضا بمبادرات شبابيه، تم توزيع البروشورات وايضا زياره المخيمات، مخيمات النازحين، مهم. ومحاوله توعيتهم بهذا الخطر وايضا باسباب واساليب الوقايه. <applause> نعم تم توزيع بروشورات كما ذكرت توعويه، هل تتوفر لهؤلاء النازحين ابسط المواد التي يمكنهم من خلالها تلافي الاصابه بهذا الفيروس كالمنظفات والمعقمات وايضا توفر حتى مياه صالحه للاستخدام؟ هنا فيه احتياج كبير يعني في احتياج كبير مثلا لخزانة المياه الصحية النقية يجب ان تتوفر بشكل اكبر يعني المتوفر الي حد ما يسد الحاجة لكنه ليس الكافي خصوصا اذا تم تخصيص بعض خزانة المياه مثلا للغسيل وبعضها للشرب حتى يتم يعني حماية الناس ووقايتهم أكثر إضافة إلى أن مكتب الصحة أعتقد أنه قام بتوزيع بعض المواد المنظفة مثل الكلور وغيرها من المواد التي تم توزيعها على مخيمات النازحين، طبعا النازحون يقولون انه هذه ما يتم حتى الان هي جهود يسيره يعني ليست كافيه بالغرض، سواء كانت المواد الاغاثيه او الغذائيه او المنظمه المنظفات والمعقمات او المواد الصحيه كلها تحتاج الى جهود اكبر وهذه للاسف الشديد يعني الحمل الثقيل على السلطه المحليه في مارب ربما نعم. كان واحد من ابرز الصعوبات يعني وحدها السلطه المحليه هي من تقف وتقوم بهذه الجهود فيما ان بعض الجهات الى حد اللحظه لم تقم بدورها على المستوى المطلوب مه. الحمل ثقيل على السلطه المحليه بالتالي ننتظر دور المنظمات الامميه في دعم النازحين ومحاوله حمايتهم من تفشي هذا الوباء كيف تقيم انت دور المنظمات الاغاثيه وهل هو هذا الدور كافي يعني تلافي هذه الكارثه الوضع بالغ الصعوبه وربما كان ما حاول الشيخ سلطان الإرادة محافظ مارب ان يوصله جريفيث المبعوث الاممي وحين اراد ان يتحدث في جانب سياسي اراد ان يقول له ان الواجب عليه ان يهتم بالجانب الانساني في الدرجه الاولى خصوصا ان مارب هي منطقه نزوح وكانت شهاده جريفيث ان مارب كانت هي المنطقه الامنه للنازحين من كل انحاء اليمن كانت هذه يعني يفترض او ننتظر ان تنعكس هذه التصريحات وايضا زياره جريفيث واطلاعه المبعوث الامين العام للامم المتحده زار مخيمات النازحين واطلع هو بشكل شخصي على ما يعانيه النازحين وعلى حجم النزوح الذي لم يكن متوفر يعني لم تكن هذه التقديرات لدى الامم المتحده ولدى المنظمات الدوليه خصوصا ان هذه المنظمات اغلبها لم تفتح لها مكتب في مأرب الا في وقت المتأخر. وبالتالي حجم النزوح ربما اطلعوا عليه في في وقت متاخر نامل ان تنعكس هذه الزيارات على وضع النازحين خصوصا ان الوضع بالغ الصعوبه لو نتحدث عن دور المكتب التنفيذي لاداره مخيمات النازحين وايضا اللجنه الفرعيه للاغاثه كيف يمكن تقييم هذا الدور وبالتالي لو نتحدث عن لربما العيوب التي ساهمت وفاقمت من حاجه وعوز هؤلاء النازحين في أحيانا هم يقومون بجهد مشكور يعني بالتعاون مع كثير من الجهات خصوصا مكتب الملك سلمان وغيرها مركز الملك سلمان وغيرها من الجهات يعني لكن كما ذكرت لك آنفا أن الوضع أكبر من, من, من ما يتم تقديمه ربما كل ما يتم الآن تقديمه من الاحتياجات لا يفي بالوجه المطلوب يعني حجم النزوح كبير جدا خصوصا مع المعارك الأخيرة والنزوح الاخير الذي كان من الجوف وايضا من المخيم الخانق الذي كان مخيم كبير قد يعني اتسع للكثير من الاسر حينما دخل الحوثيون الى نهم، هذه الاسر نزحت مره اخرى الى مارب ودخل الحوثيون واحرقوا حتى المدارس والمراكز الصحيه التي كانت هناك، اليوم هذا العبء عاد مره اخرى على مدينه مارب في الدرجه الاولى وبالتالي ذكرت لك ان السلطه المحليه تقوم بدور مشكور، ايضا الوحده التنفيذيه تقوم بدور لا لكن هذا الدور ليس الدور المطلوب لا يزال هناك قصور لا تزال هناك احتياجات يجب أن يتم توفيرها بشكل كبير خصوصا أن طبيعة اليمنيين أنهم لا يتحدثون لا يتكلمون لا يفصحون عن القصور عن النواقص التي يحتاجونها ويعوزونها لكن يجب أن يتم يعني تكرار النزول الميداني وبحث الأسر من جديد حتى يتم تلبية احتياجاتهم تزامنا مع هذه في هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا، سمعنا الكثير من التنديد من قبل المنظمات الأممية، هل يمكن أن ينعكس هذا التنديد وهذه المخاوف على وضع النازحين؟ وبالتالي يتم فعلا توفير الاحتياجات اللازمة لهم باعتقادك؟ اعتقد ان الناس استشعروا الخطر يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى الاسر وعلى مستوى المجتمع يعني الناس بداوا ياخذوا احتياطاتهم الى ابعد مدى الى اقصى ما يستطيعون على المستوى الوقائي لكن ان حدث شيء لا قدر الله فان الوضع كارثي يعني الوضع الصحي اعتقد انه صفر بالنسبه لي اذا قارناه بحجم الخطر الذي لا قدر الله ان حدث يعني لكن آه هذه الاحترازات ال 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 التي يقوم بها المواطنون وايضا التصريحات التي والتنبيهات والتحذيرات التي تطلقها المنظمات الاغاثيه والمنظمات الصحيه وغيرها آه نامل ان تترجم الى ارض الواقع يعني لا ننتظر ان, أن تحصل كارثه نعم، سيد حسين، هل لديكم مقترحات لتحسين الوضع ولتلافي هذه الجائحة؟ فيما يتعلق بالنازحين داخل محافظة مأرب، أيضاً لربما تحسين أكثر وضع ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال؟ اعتقد انه يجب ان يتم الوحده التنفيذيه وغيرها من المؤسسات المعنيه بالنازحين نامل ان ان يفسحوا مجال للمنظمات المجتمع المدني خصوصا على المتخصصه يعني مثلا رابطه الامل لديهم انشطه وبرامج في فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصه وقد نفذوا كثير يعني كثير من الجهات الحكوميه والمجتمعيه شهدوا على نجاحهم وانجازهم يعني نتمنى ان يتم يعني مساعدهم وتخصيص ملف ذوي الاحتياجات الخاصة تسليمه لهم لأنهم هم الأقدر أو الأكثر إدراكا لما يحتاج ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا نتمنى أن يتم تكرار البحث الميداني بشكل بين الفترة والأخرى لأن هناك أسر جدد تأتي وهناك أيضا نازحون جدد وهناك أيضا تغيرات لدى الناس يعني وأحيانا الية الصرف، صرف المساعدات والاغاثات وايضا المواد الصحيه قد نعم. يكون فيها بعض القصور، نتمنى ان يتم البحث الميداني وايضا النزول المستمر حتى يتم يعني حتى يتم العمل على اكمل وجه. نعم، نكتفي بهذا القدر الناشط الحقوقي حسين الصوفي، كنت معي من مدينه مارب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقه. نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب النازح محمد الحسيني تم الرصد في امان الله